مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. مشاهدينا الكرام، القضاء على التلوث البيئي هدف آني وعاجل يأمل فيه الجميع، لأن بحدوثه تحدث نقطة تحول فاعلة في حياة كل مصري في جميع جوانب حياته، الصحية، النفسية، الاجتماعية والاقتصادية أيضا. مش هنقدر ننكر ان في العديد من الدراسات والخطوات البحثية والدراسات العلمية اللي خطت خطوات فاعلة في مجال البحث عن حلول عاجلة للقضاء على التلوث البيئي. ما هي هذه الأبحاث؟ ما هي هذه الدراسات؟ ومدى ارتباطها بالواقع الفعلي البيئي اللي بنعيشه في مصر؟ ايه المعوقات اللي بتقف قدامهم؟ وكيفية تطبيق مثل هذه الدراسات في مصر؟ ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ الدكتور أحمد ناجي، أستاذ التنمية والتخطيط ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة الفيوم. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. ويسعدنا أن نرحب أيضا بدكتور هاني ربيع نادي، المدرس المساعد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية الأداب جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك معي دكتور أحمد. التلوث البيئي مشكلة المشكلات في مصر. لو حبينا نعرف، مش هقول نعرف التلوث البيئي، لكن الخطوات اللي ممكن تتعمل للقضاء على هذا التلوث، ميكانيزم هذه الخطوات في مصر كيف هو؟ الميكانيزم الرئيسي أساسا في تنمية وعي الجماهير، ناس سبب المشكلة، الناس بمختلف ألوانها، متعلمين وغير متعلمين، كلهم بيساهموا مساهمة خطيرة جدا في زيادة التلوث في مصر. فأول خطوة أن نزيد الوعي بتاع الناس دي، وعشان نزيد الوعي نبدأ من الصغر، من الأطفال في المرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الإعدادية، ثم المرحلة الثانوية، ثم الجامعة. احنا عندنا في الجامعة في مادة عندنا اسمها البيئة، بنديهم عن أشكال التلوث وإزاي احنا نواجه التلوث والقضاء على التلوث والكلام ده كله، ودور الأخصائي الاجتماعي في مشكلة التلوث. فده جزء، إنما باقي الكليات، باقي المعاهد العليا وباقي المدارس والمراحل كلها، فلازم دي حاجة. الحاجة التانية، العيب الآخر، الخطوة التانية، دور الإعلام. فين دور الإعلام؟ أنا بتفرج على التلفزيون كل يوم، الفترة اللي أنا قاعد فيها في البيت، كل القنوات، ما شفتش حد بيتكلم عن أي حاجة مرتبطة بعملية مواجهة التلوث أو القضاء على التلوث أو التخفيف من حد التلوث. مش هنقول القضاء، إن طالما في إنسان فالإنسان دائما وابدا في جانب خير. الحقيقه هو في دور بيتعمل، بس هو بس مجرد مواجهه اعلاميه ما بين تصوير الواقع ومواجهه التنفيذيين المسؤولين عن وجود ايجاد حلول لهذا الواقع السيء، انما كعرض لابحاث فعليه، عرض لتطبيقات عمليه لمواجهه هذا الواقع، الحقيقه يمكن ده اللي نادر جدا. ما هي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، مشكلتنا في مصر احنا نقول كلام ما فيش فعل. يعني مثلا نقول زباله في الشوارع بتاعتنا، ما اكثر الشوارع المليانه زباله، ولكن مين اللي بيعمل الزباله؟ الانسان. انا بشوف واحد معاه عربيه وياخد الكيس بتاعه ويجي بعد ما يطلع من البيت، قبل ما يركب العربيه يحط الكيس مكانه. ده امر ايه؟ ده متعلم ده ولا مش؟ انا اشك انه متعلم. انت معاك عربيتك وانت طالع الشارع، ما في الصناديق الكبيره بتاعت الزباله، او تبقى معديه السته كده وتيجي في نص الشارع في الحديقه اللي في الشارع دي او الحته اللي مزروعه دي، وتروح حاطه الكيس. نعم. ويا ريت يحطهم مثلا في كتله واحده، لا تبص تلاقي كل الطريق بتاع ما تقدرش تعدي الناحيه الثانيه عشان تركب مواصلات. فدي ثقافه، تغيير الثقافه، تعديل ثقافه الناس. نعم. وكيفيه انه عشان نقضي على الزباله، احنا مثلا في سنه من السنوات الامام بتاع المسجد بتاع اللي احنا بنصلي فيه قال يا جماعه، وكونوا فريق من الشباب وبداوا يدوا كياس والكلام ده كله، وبدانا نجيب ناس شركه وفي الشارع بتاعنا، والشركه مره تيجي ومره وثلاث ايام ما يجوش، استمروا شهرين ثلاثه، وبرضه حتى المتابعه يعني شكايات قطاع خاص، لا الاستمراريه في العمل، الاستمراريه. الراجل اللي لابس اللبس بتاع الحكومه ده واللي بياخد مرتبه بيجي يعمل ايه؟ ومعاه المقشات وماشي في الشارع. انا عطيه فلوس بيكنس قدام بيتك، ما عطيتش فلوس خلاص، او ياخد الزباله ما يرضيش ياخد غير لما تقبض الفلوس. فاذا في لا متابعه من التنفيذيين ولا متابعه من القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص، واحنا في حيره كمواطنين. نعم. انا بتكلم كمواطن مش كاستاذ في الجامعه. نعم. فبالتالي احنا بنقول يبقى جانب على الاهالي، جانب على التنفيذيين، جانب على مؤسسات المجتمع المدني، جانب على ائمه الموجودين في المساجد،
بدل ما حولوا المساجد للخطاب السياسي حولوه لخدمة البيئة. الخطاب خدمة المجتمع، خدمة المجتمع مهمة جدا. نعم. المشاركة المجتمعية، أصل الحكومة مش تقدر تعمل ما اقدرش تساعد بيد واحدة. أكيد. كإنسان الحكومة ما تعرفش تساعد غير بالجناحين، الإيدين بتوعها إيدها هي وإيد الأهالي معاها تساعدها، فبالتالي يبقى في نوع من التكامل ما بين الأهالي والحكومة، المساندة الشعبية للحكومة عشان تأدي الدور بتاعها. دكتور هاني، الحقيقة دكتور أحمد ناجي عول كثيرا على التعليم، التوجيهات التربوية، السلوكيات المجتمعية، التوجهات اللي نقدر نقول عليها فردية كمساهمة من المجتمع المدني في حل المشكلة، والإعلام. جميل. ماذا عن التنفيذيين؟ هي مشكلتنا، وهل عليهم دور أم لا؟ يعني زي ما تفضل دكتور أحمد وقال، أنا بتعامل كمواطن بحاول أحل المشكلة قدر طاقتي، إنما مهما تعددت الحلول بتنتهي دائما عند القائم على الأمر التنفيذي في محاولة رفع الملوثات البيئية اللي هي البسيطة اليومية اللي نقدر نقول عليها يعني سهل التعامل معها. ده طبعا بعد ما يكون حديثنا في مرحلة لاحقة عن المصدر الأكبر للتلوث في مصر إن شاء الله. هو خلينا في البداية بس يعني نوسع مضمون كلمة التلوث البيئي، ونكبره شوية بدل ما نحصره مثلا في المخلفات الصلبة أكيد أو المخلفات المنزلية. احنا عندنا ثلاث أنواع رئيسية من التلوث، مصادر التلوث، من هنقول مثلا عندنا تلوث الهواء، تلوث مية، تلوث تربة، ونضيف لهم مصادر تانية، تلوث إشعاعي وضوضائي وهكذا. عندنا الثلاث مصادر الرئيسية دي، يعني هي مش بنقف عند مشكلة المخلفات المنزلية أكيد، ولكن مشكلة المخلفات المنزلية هي مشكلة رئيسية لأنها موجودة معانا في جو في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، وبالتالي بتمثل عائق كبير جدا على كل مناحي الحياة في البيئة اللي احنا عايشين فيها. دكتور احمد يعني تقريبا قفل الحوار يعني بالنسبه لي، يعني غطى المحاور، غطى المحاور الرئيسيه في المسؤوليه في العامه عن ما يحدث في مصر كواقع بيئي. تمام. الهيئات المنوط بيها حل المشكله انا شايفها هيئات رقابيه اكتر منها هيئات تنفيذيه، او بمعنى اخر دورها محدود، دورها ان انا اشوف حاجه معينه، ان انا اعمل محضر معين، لكن مش ان انا يعني اشوف حل المشكله بحل شكل جذري دون ان انا يعني اوقع عقاب او ان انا اقصي فرض، او لا المفروض ان انا اعرفه اوضح سبل المشكله واوضح له ان التلوث البيئي ده مش هيعيقك انت بس، لا بالعكس هيعيق كل افراد البيئه، هيمثل عبء كبير جدا علينا ان احنا نطور بيئتك. دي مشكلة كبيرة. ان انا اوعي بحجم المشكلة، طبعا استاذ الدكتور اشار ليها كويس جدا، التوعية المجتمعية والتوعية البيئية. التوعية دي هتبقى تنشئية في الدول المتقدمة، مادة البيئة مادة دراسية رئيسية من المراحل الابتدائية وحتى المراحل الجامعية، تدرس لكل الاطفال. بالعكس ده في دول متقدمة زي اليابان مثلا عندهم حصة بينظفوا فيها الفصل، التلاميذ بيقفلوا ويلموا كشاكلهم وكتبهم ويكنسوا فصولهم، بيعلموا ان هو البيئة اللي هو عايش فيها يجب ان تكون بيئة نظيفة، وذلك بهدف ايه؟ ان انا اقدر ابدع، اقدر افكر، اقدر اعالج كل مشكلاتي، اعيش في بيئة نظيفة، حياتي في بيئة نظيفة بيترتب عليها اكل نظيف، تفكير نظيف، وبالتالي ابداع، تقدم، تنمية للبلد والمجتمع بصفة عامة. برضو هرجع وأقول الدور التوعوي أصبح هو المفروض يكون موازي لطرق تانية المفروض تكون موجودة، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ولا تعتمد فقط على منطق العقاب والثواب، وطبعا هو ما فيش ثواب إطلاقا يعني، ولكن منطق العقاب والغرامة ده مش موجود. منطق الوصول أو تقديم حلول يسيرة وسهلة على المواطنين، حتى لما أطلب منه أنه يحافظ على نظافة بيئته أديله الوسائل، أيسر له الأمور عشان يقدر يساعدني، يبقى المساعدة متبادلة ما بين جهات تنفيذية ومسؤولة وبين المواطن العادي. المنظومة دي عندنا في مصر زي ما حضرتك أوضحت، حضرتك طرحتها، إنما كيفيتها إيه اللي بيحصل فيها، ده هي في حد ذاتها عائق
كبير جدا امام القضاء على التلوث البيئي في مصر. لو افترضنا مثلا انا شفت قدامي مش هقول قدر كبير من القمامة، المشكلات اليومية لكل مواطن مصري، مصنع بيلوث البيئة، حد بيعمل كارثة بيرمي كيماويات أو حيوانات نافقة في النيل، أتصل بمين وأكلم مين؟ وحتى لو اتصلت المقر اللي أنا بتعامل معاه علشان يدي لي رد سريع ويبعت لي المسؤولين عن مواجهة اللي بيحصل موجود خارج المحافظة اللي أنا موجودة فيها. كلنا عارفين مكان وزارة البيئة ومكان ودي الجهة المنوط بيها المتابعة فخلينا نقول إن المنظومة في حد ذاتها فيها مشكلة كبيرة جدا. إحنا عندي مسميات كبيرة تابوهات، أنا بطلق عليه كده، وزارة بيئة، وزارة بحث علمي، جهاز شؤون البيئة، جهاز شؤون بيئة، ولكن فين الفعل وفين التعامل؟ زي ما تفضل دكتور أحمد وقال كلها اجتهادات فردية، علشان كده ملهاش، حتى لما بتبتدي بيبقى في حماسة من الشباب ويقولوا هنعمل بتقف وما بتستمرش، لأن مفيش تعاون متبادل ما بين الفرد في المجتمع وما بين الجهات المسؤولة عن متابعة معاقبة تنفيذ الخطط والأبحاث. بعد حضرتك تسمحي لي أنا بعد إذن دكتور محمد، القضية الأساسية في الموضوع ده سن تشريعات قوية، تجريم التلوث بكل أشكاله. يعني الدكتور لا ده أشكاله كتير قوي، التلوث اللي بيضرب كلاكس عمال على البطال في الشارع، التكسات دي هي والميكروباصات ده لما أقصد أنا بتنرفز بعض أحيانا. أنا أقول لحضرتك أنا بتنرفز لما أكون راكب مع ابني ولاقي سواق ابني يقول لي يا بابا هتشتموش هيشتمنا، ان فعلا عمال على البطاله بالكلاكس ده تلوث سمعي، ده تلوث مجتمعي ايضا، ده حاجه فظيعه. رد الفعل على التلوث ده، انا جبت لك تلوث من البشره اهو، بني ادم للأسف. عاوز يعدي عشان ركب نفر ب 50,000 ولا بجنيه بيقلق الناس كلها، مش الشارع ده للساكن، ده والسكان وكل تخش حضرتك ولو يدرك لنفسه ايضا. الجماعه اللي هم في الارياف، الجماعه اللي هم في الارياف بينزحوا المراحيض بتاعتهم، يجيبوا العربيه بتنزل الخرطوم بتاعها، بتنزح بتاع كسح، تكسح تروح ترمي فين؟ في الترعه. زمان كنا نروح الغيطان الفجر عشان نسقي في الدور الشامي والقطن والكلام ده، فكان يجي مثلا سين من الناس يقول لي خليك انت، انا كنت لسه شاب صغير في بدايه الستينات يعني، كنت لسه عيل صغير، فكنت اقعد جنب بتاع ليه؟ كان مرحوم بيقول لي خليك عشان هتجيب، لا القراميط جاي تجري في الميه، كانت قراميط وسمك، الترعه كانت مليانه سمك، الترعه حتى الضفادع مش موجوده في الترعه من كتر التلوث بتاعت الميه، الضفدع ما تلاقيهاش في الترعه، الترعه الوقت ما تلاقيش. كنا نيجي لما يجي في حاجه اسمها الميه كده تاخد لها شهر او يسموها الاربعانيه، السد الشتويه، السد الشتويه دي كنا ننزل في الترعه نصطاد سمك، نروح الواحد معاه كميه سمك، الوقت ما فيش خالص. النيل بيترمي فيه لما اغزل الحيوانات النافقه والست تاخد المايه الوسخه كلها والحاجات الوسخه ترميها في المايه، تيجي على راس الحجاره كده يسموه الراس عندنا في الصعيد، وتيجي دلقه وتمشي تروح وتغسل الحله ولا تغسل البلاليس والكلام، تاخد المايه تروحها البيت. طب ما انت لسه راميه الزباله فيها، تاخدها تسال العيال نسبه التلوث عملت ايه مثلا في اي محافظه من المحافظات، مش هقول المحافظات عشان الناس بتزعل، الجماعه بتوع المحافظات بيزعلوا، في محافظات انتشر فيها امراض خاصه بالفيروس، امراض خاصه بالالتهاب الكبدي مثلا، وفيروس سي كل ده من الميه. نعم. فيروس سي، لا انا بكلمك على الحاجات التانية، الامراض التانية. يقول لك فشل كلوي، فشل كبدي، نعم، الميه ملوثه. نعم. واعتقد ان في برنامج في التلفزيون كان طلع في مره وزار القرى دي، هي عندنا في فيوم مثلا على سبيل المثال، الميه تطلع صفرة من الارض ويشربوها، ميه نجس اللي كنا عليها نزل زمان، ميه ملوثه طالعه من الارض يشربوها بالترمبات، نظام الترمبل. فاذا القضيه قضيه ايه؟ قضية مفيش تغليظ للعقوبة، مفيش قانون رادع للي بيصرف الصرف بتاعه بتاع المصنع على النيل. واعتقد في الحومدية واللي حواليها كلها، والناس قالت وطلعت برامج، وفي ناس اتهددت من مذيعين من مقدمي البرامج اتهددوا، واعتقد لو سمعوا البرنامج ده هيأيدوني في الكلام ده، واصحاب المصانع هددوهم ان المثل بيقول ايه؟ اللي مالوش ظهر يتضرب على بطنه، اخد راحتك، فهم اليوم ظهر فبيضربوا اي حد يلح ناحيته وعلى ظهرهم مرأة ظهرهم الفساد والاهمال وعدم الجديه في العمل من قبل التنفيذيين، وبقولها مره واثنين فدي قضيه خطيره جدا، لازم تغليظ العقوبه. نعم. لازم قانون رادع. نعم. ولازم عقاب وثواب وعقاب. اللي بيلوث ياخد يتقفل مصنعه، مش نجامل وندفع رشاوي
ما احنا دلوقتي من شكل من اشكال الفساد اللي موجود عندنا في مصر رشاوي نعم. والمحسويات للأسف. ده تبع مين وتتابع مين للاسف. واحنا في العصر اهو قبل قيام ثوره 25 من يناير مباشره كان في نوع من الهجمه القويه من الاعلام على كيفيه الري في مصر نعم. وان الري بيتم من مياه الصرف الصحي في كل المناطق تقريبا بدون استثناء وجت ثورة 25 من يناير وبقالنا أكتر من سنتين أو ثلاث سنين والموضوع مستمر بدون أي رادع وبدون أي حلول جذرية لهذه المشكلات وده اللي هيخلينا نتكلم عن الأبحاث والدراسات اللي بتتم هل هناك قصور؟ أم أن الدراسة ترتبط بالواقع الفعلي اللي احنا بنقول الدراسة العلمية الهدف منها حلول عاجلة للمشكلات اللي بنعيشها حلول علمية وخطوات بحثية بتوصلنا لعيشة أفضل أنا لا أنكر على الكثير من يعقدون الحوارات معنا في هذه الحلقات من نقطة التحول الاجتهاد والبحث وعمل الخطوات البحثية الواجبة للوصول لحلول عاجلة لو طرحنا شكل هذه الأبحاث ومدى ارتباطها بالواقع ومن ضمنها البحث اللي حضرتك قمت بيه يا دكتور هاني هنعرض بوجه عام لرأي حضرتك في الشكل البحثي في موضوع تلوث البيئة وندخل منه للحديث عن بحث حضرتك هو حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة الري بمياه الصرف الصحي هو ده كان برنامج طرح او ناس طرحته ان احنا ناخد ميه الصرف نعالجها معالجه ثنائيه بسيطه بعد معالجتها وندخلها نعملها خلط عمليه خلط ونروي بيها بس تعالج معالجه ثنائيه بحيث ما يكونش في ضرر منها طبعا المعالجه وهكذا دي بتكاليف وكده فعلشان ناخد الطريق الاسهل وما نتكلفش فبنضطر ان احنا نعمل ايه ندخلها مباشره وهكذا فبيطلع ايه بيحدث تلوث خطير جدا لان التلوث ذهب تلوث تربه تلوث ميه او تلوث ميه تلوث نبات تلوث غذاء وبالتالي في النهايه ايه بس خلينا نقول دكتور هاني هي مش منظومه كامله فيها نوع من الاستسهال من جانب التنفيذيين بقدر ما هي استسهال من جانب الفلاح نفسه يعني ما بيلاقيش الميه العذبه واصله له فبيتصرف بصوره فرديه وبياخد من مياه الصرف الصحي بدون هو ما عندوش وعي ازاي يحلي اذا هو بياخد مباشره بوصله او ب كده رجعنا الوعي مره ثانيه ايوه بالظبط بس العيب هنا برضو مش عليا يا دكتور لا في نقطه هي النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها ان في ناس كتير جدا مضطرين انا هقول لحضرتك اقول جماعه ان الدوله لازم توفر للفلاح اللي بيروي مصادر ري نعم وتوصل لاواخر الترع المايه ما بتوصلش لاواخر الترع ده مش مصادر ري بس يا دكتور محمد مع احترامي وجهه نظر ده كان زمان في حاجه اسمها الارشاد الزراعي عمري ما دلوقتي الجمعيات عباره عن مقفوله انتفى غرض الجمعيات التعاونيه الزراعيه اللي كانت منشاه من اجله في الستينات دلوقتي الجمعيه ما ده قاعدين كده يعملوا شوي يقعدوا النار كله على التجار احنا في حاجه اسمها قسم السوق السوداء يا دكتور كلات زراعه في قسم اسمه قسم الارشاد الزراعي هذا القسم مهم جدا بالنسبه للفلاح على الاقل يعرفوا ان المياه دي هتعمل كذا وهتعمل وتملح الارض ويقول له مساواها قد ايه على الاقل يحصل نوع من التخويف ان الفلاح ما زال عندنا الامويه مرتفعه في الريف اكثر من المدينه تاني برضه نقطه تانيه يعني بالنسبه لميه الصرف الصحي لو قعدنا نحسب كده او حسبنا كم محطه معالجه مياه صرف صحي في مصر بتخدم كام في الميه من السكان كام في الميه غير مخدومين المياه بتاع الصرف الصحي بتاع غير مخدومين دي بتروح فين انا درست منطقه محافظه الفيوم في البحث بتاعي من خلال الدراسه لقيت ان عندهم 24 محطه معالجه على مركز او على محافظه الفيوم 3 مليون نسمه 3 مليون نسمه ال 24 محطه معالجه للري لا محطه صرف صحي مياه صرف صحي اللي استخدمها لاعاده استخدامها في الري نعم طيب ال 24 محطه دول بيخدموا كام في الميه من السكان 28% من السكان يبقى عندي 72% من جمله السكان غير مخدومين بمرفق صرف صحي وبالتالي بيتم عمل بيارات او بيسموها ترنشات تجمع فيها المخلفات المنزليه ثم تكسح من فتره لاخرى تكسح وترفع الى محطات المعالجه علشان يتم معالجتها كميه المياه المعالجه مقارنه بكميه المياه المستهلكه بتقول ان انا عندي 148 مليون متر مكعب في الفيوم مستهلك عندي 45 مليون متر مكعب معالج
في 45 ده من اصل 148 يعني في فرق 100 مليون متر مكعب. نعم. ما بتدخلش المحطات، بتدخل مباشره على المصارف او المصارف بتنتهي الى البحيره القارون او بتصب في بحيره القارون بالنسبه للقرى المحيطه بالبحيره، وبالتالي بتمثل مشكله بيئيه، ارتفاع مروحه وتلوث وتلوث المياه الجوفيه كبيره تلوث المياه الجوفيه كمان. نعم. البيارات بتاعتهم بتبقى واصله لحد يقول لها ايه نشأت مش بوصل لحد ما تطلع الميه تحت. يقول لك احفر لحد ما تطلع الميه. فلما تبقى لما البير مقفول مغلق فبتتسرب الميه في الايه مع المياه الجوفيه. تيجي تسحبها بالطرمبات تشرب مياه الجوفيه، تشرب مياه الصرف ساعتين يبقى ملوثه. ولذلك 70% من القرى دي هي بتبقى معظمها هي كمان في الاصل يمكن البيارات الخاصه بجمع الصرف الصحي غير معده، هي المفروض ما يحصلش تسريب منها، وان الضغط الثلوجي ما بينها وما بين التربه المفروض ان بيبقى فيه استعدادات لمنع تسرب مثل هذه. هم بيعملوها تسرب بسبب ان تكلفه السحب عشان ما يتكسحش اكتر من مره، فبالتالي بيعمل حاجه في الارض تسرب، ولكن تسرب تحت بقى علشان برضو الحق يعني يبقى نعم. البيت وجنبيه طلمبه المياه وبتسحب من الصرف الصحي الخاص بنفس البيت. وفي الاخر نسبه امراض رهيبه جدا، فشل كلى وامراض كبد وسرطانات، واحنا الحمد لله يعني قربنا نعدي يعني نكسر الرقم القياسي العالمي في كل الامراض. ده بسبب الغذاء وبسبب مية الشرب. يمكن مية الشرب رقم واحد، الغذاء بالمبيدات الحشرية وكل أنواعها والكيماويات وما إلى ذلك، كل ده يعني بيسبب تلوث غذائي. بالتالي يعني أنا ما أعصرش الحاجات دي، ولكن الناس الكبيرة أقول لك إن الأكل بتاع النهاردة والخضار بتاع النهاردة مختلف تماما، وليس له طعم عن الخضار مش بس بتاع الكبار إحنا نفسنا بنقول الحقيقة. يعني أنا بقول عن نفسي أصلا ما أعصرتش يعني الأكل بتاع زمان الجميل، ولكن أنا في عهدي أنا الفترتي أنا أقدر أقول إن فعلا في اختلاف كبير جدا. الفراخ البلاستيك اللي بناكلها النهاردة دي تختلف تماما عن الحاجات بتاع زمان. الطعام وهكذا ده كله ناتج عن الكيماويات والسرطانات، الأمراض المسرطنه، المواد المسرطنه كلها، وارتفاع نسبه او معدلات المرض في مصر. ان احنا قربنا نعدي المقياس العالمي لهذا، والمصدر مباشر اكل وشرب ونفس، الثلاثه الحقيقه بيتعاملوا مع مصادر التلوث بمنتهى النهم. المفترض لما تطلع الاحصائيات اللي قالها الدكتور دي من وزاره الصحه يبقى هناك ناقوس دقه للخطر، دقة ناقوس الخطر لمصر. احنا بندقه بقالنا 20 سنة يا دكتور احمد، مش احنا لكن ما حدش زيان بحد. محاسبة. نعم. والشفافية. نعم. المحاسبية والشفافية. نعم. المحاسب من يخطئ يحاسب ايا كان منصبه. نعم. من يخطئ يحاسب، والا مصر مش هنعالج حالها. ماذا عن جامعة الفيوم يا دكتور احمد وجهودها في خدمة البيئة في هذا المجال؟ مركز جامعة الفيوم عاملة مركز لخدمة البيئة، مركز كبير قوي. نعم. وهذا المركز مركز إشعاع كبير وبيعمل بحوث ودراسات والكلام ده، وبيعمل ندوات وعمل محاضرات وبينزل مدارس وبيتحرك. وعندنا كلية خدمة اجتماعية، عندنا كم من البحوث في قسم مجالات الخدمة الاجتماعية مرتبطة بالبيئة الموجودة فيها. ان احنا الكلية بتاعتنا مرتبطة بالبيئة. نعم. احنا بنتعامل مع الانسان كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، بنحاول بقول دايما أليس من حق هذا الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى وجعله خليفة الأرض أن يهيئ له الجو المناسب والبيئة المناسبة. نعم. عشان يحقق الهدف من وجوده اللي هو عبادة الله وإفلاح الأرض وتعميرها. نعم. عشان نعمل حضارة. فاحنا بنحاول من هذا المدخل الديني بنحاول نشتغل مع الفرد كفرد. نعم. مع جماعة اللي هو الأسرة والجماعات الموجودة في المجتمع، مع المجتمع كيونت صغير أو مجتمع أكبر. نعم. عشان نساعد هذا المجتمع على إشباع احتياجاته وحل مشكلاته. نعم. وعشان يتكيف مع المجتمع اللي عايش فيه. فمن ضمن الحاجات البيئة. واحنا بنعاني الامرين من المشكلات البيئيه اللي موجوده في المجتمع الفيوم بالتحديد، او نفس الاهالي بنفسهم هم بيشتكوا من التلوث. نعم. اما تنزل القريه يقول لك بنشرب ميه ملوثه وتمسك بيه، وتيجي الست تقول لك تشوف الميه صفراء. اخذ بالحضرتك. فاذا لابد على الدوله ان هي توفر اقل ابسط حقوق الانسان ان يلاقي ماكل ومشرب ومسكن ملائم يحس بالكرامه بتاعته. المسكن مش ملائم، المأكل مش ملائم زي ما قال الدكتور وقت يقول لك الأكل والغذاء بتاعنا ملوث معظمه ملوث، المشرب مش مناسب خلاص ملوث كله، فمفيش حاجة انت ما هيتروش حاجة. وانا بقول الحق في الصحة، طب ما الصحة المستشفيات بس فين العلاج؟
ما احنا عندنا الاقتصاد بتاعنا تعبان، وعندنا الفقر نسبه الفقر ايه، ده احنا وصلنا لمرحله خطيره جدا. الاحصائيات موجوده، والاحصائيات في بعض الاحيان انا بشك فيها، ان لو نزلت الارياف، انا من الريف من محافظه من محافظات أخطر الصعيد، من الواقع انزل الريف. انا دايما بقول للطلبه عندي انزلوا الريف، انزلوا اللي عاوز يرسم سياسه ويصنع سياسه لا صحيه او تعليميه او ينزل يقعد، ينزل للمراه الريفيه المطحونه، ما يروحش للست بتاع المدينه، يروح للراجل الفلاح اللي بينزل مش حافي، اللي مش لاقي ياكل، مش لاقي يفطر، ويطلع شايل الفاس على كتفه راح يعزق في الارض ويشتغل. ان العقل السليم في الجسم السليم مش موجود، ما عندناش الكلام ده. حتى الطالب بيجي لك الصبح تلاقي الطالب نايم قدامك واحنا قاعدين بندي المحاضره بتبدا، عنده خمول، ما اتغذاش كويس، ما اتغذاش، ما اكلش، ما سهرش، ما سهران بالليل. يعني البنت تيجي تنام تبص تلاقي البنات نايمين قدامك على البنش. دول هم كلهم ايه دول؟ ما احنا كنا طلبه في الستينات في السبعينات وما كناش كده. قمه المفروض المرحله دي هي قمه النشاط والانتباه وتنبه جميع حواس الجسم لتقبل كل ما هو كل جديد. الحاجات اللي حكيتيها سعاد، اللي حكيتيها سعاد، كل حكايه الدكتور محمد اللي انا بقولها كلها مرتبطه ببعضيها. ما تقدريش عامله زي ايه؟ زي الحلقات ماسكه ببعضيها، لو فكيت حلقه من النص هتتبهدل، العقد كله هيفك. كلها مرتبطه ببعضيها، كل حاجه بتودي لحاجه. انا عاوز اطلع شخص قوي، البنيه سليم، العقل سليم، الصحه، ساعتها يبقى انا ايه اساعده عليها. ده حق من حقوقه. عشان نوصل للحق ده محتاجين نفك كام حلقه. اين الابتكار؟ مشكلات اجتماعيه ومشكلات صحيه ومشكلات اقتصاديه، فعلا عقده يا دكتور. اين الابتكار؟ احنا عاوزين ايه؟ المجتمع بتاعنا يبتكر ويجدد ويخترع. فين؟ كم واحد من المخترعين في مصر كلهم لما نعدهم على صبع؟ نعدهم على صبع. واحنا كم مليون؟ ده وصلنا 90 مليون او ازيد. مشكله يا مشكله وعي. مشكلة وعي بالقضية، وعي بالمشكلة من الطرفين، من الناس والمسؤولين، وإيه اللي ممكن يترتب عليها. أنا لو عرفت حجم المشكلة، عرفت جاية منين، عرفت مصادرها، عرفت هتسبب إيه في المستقبل، عرفت إيه الضرر اللي مش هيقع علي أنا بس، هيقع على الأجيال اللي بعدي، ابني وابنائي وهكذا، الأجيال اللي جاية. لو أنا عملت أو درست أو حسبت حق الناس دي فيما بعد في الحياة، لا أنا هنزل أنا وحافظ على البيئة بتاعتي بإيدي وسناني بالبلدي كده، همسك أنا في البيئة بتاعتي، وأنا هبقى يعني هدفي الشاغل أو شغلي الشاغل إن أنا أطور بيئتي، إن أنا أحافظ عليها من كل أنواع التلوث وكل أنواع المشكلات. عارف اسماعيل أخش اتفضل يا دكتور أحمد اتفضل. عارفة إن حضرتك هديك مثل وإحنا صغيرين فاكرها في الستينات، أنا كان عندي نازل مدرسة، فكان مدرسة كبيرة اللي اتبنت قبل الثورة دي، مدرسة كبيرة، وكان ست فصول من هنا وست فصول من هنا، فصل فيه 20 طالب والكلام ده. نعيم ده نعيم يا دكتور. جابوا شجر فين 20 طالب دلوقتي؟ شجر وقالوا ايه؟ اللي هيزرع شجره يحافظ عليها نكتب اسمه عليها. المدرسه الخاصه عشان ايه؟ يحببك، يخليك تنتمي لمدرستك. اين المشروعات التي تجعل من الاطفال والشباب ينتمي للقريه بتاعته او ينتمي للمدينه او ينتمي لمصر؟ ما كانش خد الشباب العيال الصغيرين بيهتفوا في الشوارع يقول لك مش عارف ايه رئيسنا مين؟ للاسف الاطفال اللي ما يعرفش مين يعني ايه رئيس ولا يعرف يعني ايه، ويلبس وكفن. لا، فين الانتماء؟ فين المناهج اللي بتساعد على انتماء الطفل لبيته، لابوه وامه، لبيته، للشارع اللي هو فيه؟ عارف لو في لو عمقنا مفهوم الانتماء والمواطنه خلصت القضيه، خلصت القضيه تماما. وبجانب بقى ايه؟ لبس برامج للوعي في المدارس. اهم حاجه في عندنا الوعي. الوعي يبقى شقين، الوعي ان انا اخلي افتح زينه ان ده غلط وغلط ليه، والوعي الثاني ان انا اقول له ده خلي بالك ده بيتك، دي شجرتك، كل ما يطلع عيل يكسر شجره لا اوعى تكسرها، ده انا بتاعتي انا، ونعمل خناقات عشان نحافظ على الشجره، ننتمي للمكان. الانتماء للمكان مش موجود في مصر. الزميل يطلع يتعين معيد في الكليه يبقى هو من قريه، خلاص ده معيد استاذ في الجامعه يروح شايب القريه ولا ينزلها، ممكن ما ينزلش، وممكن يروح يزور البلد بتاعته وكل 3 4 سنين مره، او لما حد يتوفى ولا بتاع، وينسى ان ليه ان هو اصلا من الريف. ولذلك هجره العقول المتعلمه من الريف سبب من اسباب عدم وعي. انما لو انا نزلت والدكتور نزل بالبيئه اللي انا خرجت نزلت منها، البيئه اللي خرجت منها المكان اللي انا فيها، خرجت منه اخدمه زي ما خدمني. ده انا اقول، انا اردك مثلا لحضر، انا البطاقه بتاعتي كل ما جددتها القريه بتاعتي موجوده فيها، فاولادي بيقول لك لا، قلت له يا ابني ده بيتي في البلد وده القبر بتاعي اللي هدفن فيه، لاولادي كبار كبار. فانتماء للقريه عشان ايه؟ اشعر ابني بانتماء. لا ده في ناس غير كده، ده في ناس ما تحبش تقعد يقول لها تروح هو ويسيبوا اولاده ومراته في القاهره. فحته الانتماء مهمه جدا. سلوكيات موجوده وبنشوفها. دكتور هاني هستميحك عذرا، حضرتك متخصص في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه، واكيد ده كان الهدف الاساسي من البحث.
وان الجزء الخاص بالقضاء على التلوث البيئي او عرض المشكلات البيئيه في محافظه الفيوم كان جانب من جوانب البحث. اشكر لحضرتك اهتمامك بيه. لو كلمنا عن الدراسه بوجه عام والهدف منها وازاي وصلنا للنقط الخاصه بالتلوث البيئي وكان الهدف منها ايه؟ هو اولا يعني انا هتكلم بس بصفه عامه كده عن الجغرافيا، وان عندنا في تخصصنا الجديد او في طفره حديثه جدا وطفره معلوماتيه في الجغرافيا. الطفره دي بتتمثل او بتتمثل في حاجه جديده، هي مش جديده قوي يعني، ولكن هي بالنسبه لنا احنا في مصر جديده، هي نظم حاجه اسمها نظم المعلومات الجغرافيه جيوغرافيك انفورميشن سيستم. دي حاجه جديده بالنسبه لنا في مصر، ولكن العالم استخدمها واجاد فيها منذ الستينات ومنذ قبل الستينات في القرن الماضي. نظم المعلومات الجغرافية، وأكيد دلوقتي كل أقسام الجغرافيا عندنا في مصر عندها وحدات نظم معلومات جغرافية، وتحول معظم أسماء الأقسام من قسم الجغرافيا فقط إلى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية. لما لهذا الأهمية ومهم جدا، فهو يعني عامل أساسي في صناعة القرار بالنسبة لموارد البيئة. بالنسبة لموارد البيئة هو مطور، وهو يجمع او عباره عن قاعده بيانات ضخمه، ان انا بكون قاعده بيانات ضخمه لمنطقه معينه، بجمع كل النقط في في عقده واحده. العقده دي بقدر من خلالها احلل المشكلات البيئيه واختار الموقع الانسب لكل حاجه، الموقع الانسب لمدرسه، الموقع الانسب لمحطه صرف، الموقع الانسب لمدينه، لمصنع، وهكذا. دي حاجه انا اتكلمت نقطه الموقع الانسب، ممكن من خلال التحليلات اوصل لحاجات كتيره جدا مهمه جدا. فده الجزء الخاص بتاع نظم المعلومات الجغرافيه واهميتها. نعم، كنا زمان بندرسها، لو يعني الاطلس الخاص بالجغرافيا كنا بنشوف مثلا المنطقه واهميه المنطقه اقتصاديا واهم الموارد اللي موجوده فيها. اصبح التخصص اكبر وادق لكل جزء في هذه الارض، كيفيه الاستفاده منه اقتصاديا خصائصه واجتماعيا وبيئيا. بالظبط، موارده الطبيعيه، موارده البشريه، موارده الاقتصاديه اللي هي الطبيعيه برضو. ازاي ان انا اوظف كل ده في ان انا اخلي المجتمع ده مجتمع متكامل يعتمد على نفسه؟ ازاي ان انا اخرج الحاجات دي؟ ازاي ان انا يعني استخرج الموارد الطبيعيه بدون ما اضر بالبيئه وبدون ما اعمل مشاكل البيئه؟ اللي فاهم بيئه او اللي هو عارف معنى مشكله بيئيه، لان البيئه دي عباره عن نظام كبير جواه انظمه صغيره، كل نظام ليه مدخلاته ومخرجاته والعمليات اللي بتدور داخله، كل نظام جنبه نظام بتربطه بيه علاقات، وكل نظام يعني عمليه مترابطه، شبكه ربنا خلقها شبكه. بالظبط، لو حصل اي خلل في اي منظومه بيئيه، الخلل مش بيطول النظام بس، ولكن بيطول كل الانظمه المحيطه بيه. فان انا اقدر احصل على الموارد دي وانمي المجتمع ده دون ان اخل بالبيئه، هو ده الهدف الرئيسي لدراستنا ودراسه ونظم المعلومات الجغرافيه، وازاي ان احنا نوظفها في حاجه زي كده. جميل. بالنسبه للبحث بتاعي، انا عملت بحث عن بحيره قارون. لماذا الفيوم ولماذا بحيره قارون؟ الفيوم بيسموها عندنا في الجغرافيا مصر الصغرى، هي بتمثل كل اوجه مصر. البحر الشمال بحيره بتمثلها، بحر يوسف بشكل نهر النيل وفرع في الاساس من نهر النيل. الاراضي الزراعيه حوالين البحيره وحوالين بحر يوسف، الدلتا والوادي بتاعنا، الصحراوات موجوده، الجبال في الجنوب في جنوب المنخفض او جنوب شرقه، نفس هي يعني صوره مصغره لمصر. ولذلك فيها جميع الموارد، كل الموارد الطبيعيه موجوده في مصر في صورة موجودة مصغرة. رملة الصحراء الغربية موجودة فيها، جبال يعني احنا عندنا الجبال طبعا في الجبال الأحمر وسينا موجودة في يعني، وان كانت مختلفة في النشأة عنها، ولكن هي مصغرة وصورة مصغرة. تاني حاجة، المنخفض مغلق ومنخفض ينحدر كله ناحية البحيرة اللي بتمثل أعمق جزء فيه، وبالتالي كل شبكات المية اللي جوه المنخفض بتنتهي إلى البحيرة وبتصب فيها، سواء عذبة أو مياه صرف. هي معظمها مياه صرف اللي بتنتهي للأسف. تمام، معظمها مياه صرف للأسف. البحيرة لها أهمية تاريخية، أنها تعتبر من أقدم بحيرات العالم، حوالي 60,000 سنة عمر البحيرة أو أكثر كمان حسب تقديرات الجيولوجيين والجغرافيين. فلها أهمية تاريخية، لها أهمية سياحية، مناظر طبيعية جميلة جدا. البحيرة كنظام ومورد مهم جدا، ووجوده والمحافظة عليه من الأهمية بمكان إن أنا أعمل عليه دراسة، وإن أنا أشوف إيه المشكلات اللي بتتعرض ليها وإيه المشكلات وإزاي نحن نحل المشكلات دي.
والنموذج المصغر ده يمكن تطبيقه فيما بعد بقى على النموذج نكبر الاكبر نقدر نعمم منه ونقدر نعمم منه بالظبط، لان في البدايه اصلا الدراسه بتبقى دراسه تجربه معمليه في بعض الاحيان معمليه ونبدأ نطبق المعمليه على ايه على الواقع بتاعنا وان احنا نحل مشاكلنا. يعني لما مسكنا المصادر بتاع التلوث البيئي في البحيره لقينا ان عندنا ثلاث مصادر رئيسيه. المصدر الاول الصرف الزراعي، ميه الصرف الزراعي. المصدر الثاني هي مشكله قديمه، هي مشكله قديمه مش يعني مش حديثه الظهور، ولكن لما في الوقت الحديث والوقت الحالي لما استحدثت مبيدات واسمده زراعيه بقت مشكله اكبر. زمان كانت مشكله ولكن كانت نسبيه او كميه المبيدات وكميه الاسمده المستخدمه قليله جدا لان ما كانش فيه العدد الضخم ده. وتجدد مياه الصرف نفسها مع تجدد مياه الفيضان ونهر النيل وكان بيغسل مصر كلها والتربه كلها صحيح يعني عوامل كتيره يا دكتور الحقيقي، لان حرمان التربه المصريه من طمي النيل طبعا اجهدها، اضافه ان في زياده مضطرده في عدد السكان في مصر بصفه عامه. والسكان محتاجين ياكلوا، وعلشان ياكلوا الرقعه الزراعيه بتاعتنا ثابته، واللي بيتم تطويره لا يفي بالغرض تماما. فبالتالي انا مضطر ان ازرع الارض مره واثنين وثلاثه واكثر واكثف الدوره التكثيف للدوره الزراعيه في الاراضي، فبالتالي بجهدها علشان اجهدها لازم الصرف. علشان اجهدها لازم اعالجها بمخصبات زراعيه بمبيدات. في الاخر انا بضر بالتربه، بضر بالنبات، بضر بالانسان القائم اللي هو البيئه دي كلها موجوده من اجل استمراريه الحياه. ربنا خلق كل البيئه دي لاستمراريه حياه الانسان وكل الكائنات على الارض. فالصرف الزراعي يعني عندنا ده مشكله خطيره جدا، عامل من العوامل او مصدر من مصادر تلوث. انا بس هقول كام رقم كده سريع كده يعني عن خصائص التربه في المحافظه، وده اللي بيوثق. احنا بنتكلم ونقول ليه دراسات علميه، لان احنا بندرس وبنقيم بصوره علميه وبندي حقائق تساعدنا للوصول لحلول اسرع بمشيئه الله. تمام. يعني انا مثلا لو بصيت على 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 خصوبه التربه في محافظه الفيوم، عندي 43.5% درجه ثالثه، 24% درجة تانية، يبقى كده أنا محتاج أستخدم مخصبات. أروح للملوحة ألاقي عندي 13% مرتفعة الملوحة وعاليات الملوحة، وواجب علشان أزرعها لازم أضيف مخصبات زراعية من نوع معين. 15% ملحية، 48% متوسطة الملوحة، علشان برضو أزرعها محتاج مخصبات زراعية ومواد معينة. الاقي ان انا عندي في الفيوم بستخدم 42 الف طن اسمده زراعيه في العروه الصيفيه، و35 الف طن في العروه الشتويه. يعني ارقام ضخمه جدا من المخصبات الزراعيه، ده اكتر من المحاصيل اللي بتطلع منها تقريبا. يعني حضرتك لما بص 42 الف طن، 42 الف طن و35 الف في الصيفيه، 35 الف طن في العروه الشتويه. نعم. اعداد ضخمه جدا. في النهايه بيحصل ايه؟ التربه بيتم غسلها ويتم نقل هذه المبيدات وبقايا المبيدات وبقايا المخصبات الزراعيه الى المصارف. عندي 260 مصرف بينتهي للبحيره، 13 مصرف رئيسي بيصبوا فيها كميه ضخمه جدا من الميه، بتوصل ل 700 مليون متر مكعب في السنه. 700 مليون متر مكعب من الاملاح ومن المبيدات ومن بقايا كم مليون متر مكعب من مياه البخر اللي بترجع تاني لنفس البيئه يعني للاسف. فبالتالي عمليه مشكله وخطيره ويعني ازمه بيئيه النوع الثاني الصرف الصحي، وانا كنت اشرت ليه قلت ان 28% مخدومين و72% غير مخدومين. ال 72% الغير مخدومين دول كميه ضخمه جدا من الميه بيتم صرفها في المصارف تنتهي الى بحيره قارون. عند الصرف الصناعي عندي حوالي 7000 منشاه صناعيه جوه الفيوم، ولكن توزيعهم على مستوى المراكز ما نقدرش ان احنا نحط ايدنا على رقم نقول ان دي ميه صرف صناعي، ولكن في النهايه ميه الصرف الصناعي بتنتهي الى المصارف وبتنتهي الى البحيره، وبالتالي بتشكل مشكله بيئيه، لان ميه الصرف الصناعي بيكون فيها مواد صناعيه ومواد كيميائيه اخطر من المبيدات نفسها واخطر من المخصبات الزراعيه. لو وصلت لمسطح مائي بتقتل كل الكائنات الموجوده فيه، بتحوله لمجتمع ميت بيولوجيا، زي يعني ميت بيولوجيا ما فيهوش حياه. لو بصينا تاني لنقطة مهمة جدا، اتكلمنا عن المصادر الملوثة لبحيرة قارون، في مصدر بقى مهم جدا وهو مصدر أخير، هي استخدامات الأرض حوالين البحيرة. أنا عندي استخدام قرى سياحية سياحة، هنقولها سياحية،
كرة وتركز عمراني، تركز عمراني، وعندنا الصناعه. القرى عندي حوالي 16 قريه بيسكنها 283 الف نسمه، بتخدمهم محطتين صرف بس، محطتين معالجه، والباقي غير مخدوم بمحطات معالجه، وبالتالي كميه ميه الصرف الناتجه عنهم، في صور انا جايبها معايا يعني مباشره الصرف ماسوره كده من البيت على البحيره مباشره، يعني من غير بقى ما نتعب نفسينا، على البحيره على طول، او ان يكون في مصرف جنب الجنب البيت ماسوره من الصرف، وفي الاخر هو هيوصل برضه للبحيره. يعني انا جايب الصور دي. عندي مزارع سمكيه ملاصقه للبحيره، عندي حوالي 728 مزرعه، مساحتها 772 فدان. المزارع دي بتاخد المياه من البحيره، دخلها جوه المسطحات بتاعتها، تاكل السمك، تضيف له المخصبات والحاجات المغذيات بتاعته. مزارع سمكيه 128 مزرعه سمكيه، 128 مزرعه سمكيه، بتضيف له المغذيات بتاعته. المغذيات دي بتتركز في الميه لفتره معينه، بعد ما يتم جني المحصول بيتم صرف المياه مباشره تاني للبحيره، فبتكون تركيزات فيها اعلى بكتير من اللي انا سحبته منه، وبالتالي بتفاقم مشكله التلوث. عندي منشات سياحيه، 5 فنادق واربع قرى وسته جار انشأ تقريبا، انشأ منهم 4 حاليا، وخمس كافيتريات. ده من جمال المنظر والريحه يعني كمان لسه يعني اكيد الارقام اللي حضرتك قلتها لي دي ليها ناتج مباشر لرؤيه العين. بالظبط، يعني ده يعني ضرب للسياحه وضرب للحياه الطبيعيه للبني ادم اللي عايش بالقرب. دي النقطه اللي هنتكلم عنها في بعد، ان التلوث ده قضى على مستقبل السياحه. احنا كان عندنا فندق جميل جدا اسمه فندق بيرج، يعني فندق جميل جدا وليه تاريخ. تقريبا الاشغال السياحي فيه دلوقتي يعني بدا ينزل وبدا يقل بسبب التلوث الميه وبسبب المشكلات البيئيه اللي بتعاني منها البحيره. دي الاسباب الرئيسيه للتلوث. لو جينا نمسك انماط التلوث بقى الموجود في البحيره، عندي اخطر مشكله بتعاني منها البحيره هي مشكله الملوحه الزايده. ملوحه البحيره كانت حوالي 7.8 جرام لكل لتر، النهارده وصل المتوسط بتاعها 36 جرام، وفي اماكن بيجيب 40 جرام لكل لتر، اعلى من ملوحه البحر المتوسط نفسه كمسطح مائي بيقتل كل الكائنات. وده ادى الى ايه بقى؟ كان عندي البحيره زمان في الاساس كانت بحيره عذبه، ولما انقطع اتصالها بنهر النيل عن طريق بحر يوسف بدات تجف وتنكمش وتنحصر الى شكلها الحالي، فتحولت الى بحيره مالحه ولكن ملوحه عاديه كانت بتعيش فيها بعض الحياه السمكيه، اسماك المايه العذبه، قرموط ودينيس، قرموط ولبيس وحاجات زي كده. بمجرد ما ارتفعت الملوحه الكائنات دي انتهت تماما، مش موجوده في البحيره، وبيتم نقل ذريعه ليها من البحر المتوسط، ذريعه بوري وذريعه دينيس وقروس وجمبري وهكذا. فالملوحه مشكله خطيره جدا، سببها التبخر. بس ايام زمان ما كانتش مشكله يا دكتور احمد، انا كنت بزرع طلبه كنا يعني اقمت في الفيوم مده طويله. لا، واحنا قبل ما اقيم في فيوم كنت هنا في مدرسة مصر. وكنا بنطلع رحلات، كنا في اتحاد الطلبه بنطلع رحلات، كنا نجري عشان نروح الفيوم، كنا بنتقاتل عليها. ناخد اتوبيسين ونروح كلنا. فكانت الفيوم كانت البحيره جميله، كنا نروح نقضي يوم سعيد جدا. كانت مناظر. دلوقتي بدا الاتجاه كله على ناحيه وادي الريان والمحميات وبتاع والبحيره، مع طريقه برضه للوصول لنفس الشيء بعد احتلاله من جهات من افراد ومن جهات غير معلومه، ومحاوله تصويره ومحاوله احاطته بصوره عازل لتقليل عدد المستفيدين من العامه بهذا المشهد. في المحافظه دلوقتي محافظ اصلا راجل بتاع سياحه، استاذ كان في كليه السياحه، كان عامل كليه السياحه وانا ادرس جامعه حلوان. نتمنى له التوفيق، ونتمنى ان يعيد العصر الذهبي للسياحه في الفيوم من السبعينات لما كنا بنروح وانا طلبه. مهمته صعبه قوي يا دكتور احمد، علشان يرجع في بالارقام والحقائق اللي احنا بنقولها دي. مش مجهود محافظ فقط، مجهود وزراء كلها. ومجهود نبعد بقى عن المركزيه. وكل محافظه يبقى فيها علمائها ووزرائها الخاصين بكل محافظة لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمصايب اللي احنا بنتكلم عنها. انا قلت في البرنامج السابق مع حضرتك، قلت نبعد بقى عن القاهرة ووزراء كل محافظة فيها جامعة. لو تركوا للجامعات مع المحافظين ويدوا المحليات
وانا بنادي بالكلام ده، وانا ليا كتاب في تحديث المحل، تحديث الاداره المحليه في مصر، وقلته قبل كده وبعته في مجلس الشورى زمان، وعملت حاجات. خايفين يعملوا كونفدراليه الى الان. شفت يعني ده الى الان اللي احنا وصلنا له من المحاكاه، مش عارفين يعملوا قانون اداره محليه، مش عارفين، مش عاوزين يوصلوا له. خايفين محافظه الفيوم تبقى كونفدراليه وبني سويف تبقى كونفدراليه. عاوزين الكيلات المركزيه، عاوزين لا مركزيه، لا مركزيه، وخاصه في وجود ايه؟ محافظه وعندنا جامعه. لو تكاتفت الجامعه مع التنفيذيين في المحافظه هيعملوا عمل في كل محافظه، هتحصل تنميه محليه، كل محافظه تكتفي، هيحصل اكتفاء. نعم. انا اضم صوت لاستاذنا الدكتور واقول ان الجامعه دلوقتي تقريبا عندنا في كل محافظه جامعه. الجامعه هي مركز اشعاع، هي مش بتعلم وبس. خبره لا هي مش بتعلم، لا هي بتعالج، بتعلم وبتعالج. فانا يعني بقول وفي، وده حصل، وده حصل بالفعل، ان في كل جامعه فيها اقسام علميه بتوجه كل طاقتها للمجتمع اللي هي عايشه فيه، بتحاول تحل مشكله كل المشاكل البيئيه والمشاكل الاقتصاديه، والدراسات موجوده والحقائق والارقام، ويكون في ربط، ويكون في يعني مش عارف ما بيسموها ايه في في في, في الاجتماعيات، يكون في يعني تواصل ما بين الجهات التكامل تكامل ما بين الجهات التنفيذيه وما بين الجهات العلميه دي، ياخدوا الابحاث والدراسات ويتم العمل عليها، وبالتالي يعني في النهايه تكون ايه؟ كل جامعه تحل مشكلات البيئه الموجوده فيها، اتحلت المشكلات المصريه. هنقلل الوقت، هنقلل الجهد، هنقلل التكاليف، لان كل جهه هي الاقدر والاكثر ادراكا لمشكلات هذه المنطقه وهؤلاء المقيمين عليها. كل محافظة ليها مشكلاتها وليها مصادرها اللي تقدر تغني المحافظة، ولما المحافظة تغتني الدولة كلها هتغتني. دايما اللي كلام سعادتك انا بقول لطلبتي انا بقول لهم اهل البيت ادرى بشؤونهم. نعم اكيد. فاهل محافظة الفيوم ادرى بشؤونهم، اهل محافظة كل محافظات مصر. ما جيش انا اعمل خطة من مصر مركزية وتنافس الفيوم والمنيا طب انزلوا شوفوا الناس. الخطة لازم تكون ايه؟ تمثل واقع فعلي معاش. ما خططش المجتمع وما معدراش بيه حاجه. نعم. الله يقول لك هنعمل تنميه ريفيه، هات استاذ احمد الفتاح ده كان موجود عندك، موجود في ده استاذ سمير تخطيط يخطط. نعم. طب انا سايب الريف من سنه 83 ما بنزلش زيارات كل وقت ووقت. لما بنزل القريه بتاعتي اتغيرت. انا ليا بيت في البلد بنيه من سنه 82. لما انزل انا لما نزلت يعني بعد ما رجعت من بره ما ابن اخويا انت داخلني منين يا ابني ده البيت منين؟ قال لا انا اخرك مكان تاني. عقبال ما رحت البيت خدت جنوس صعبه وصلت بيتي. المناطق الزراعيه المتخمه القريه اتملت مباني زحف رهيب. ورغم هذا الزحف ايه رايك لما تسمع مثلا ما ده برضو عن طالب من هنا يقول لي انا عمري ما شربت من ميه النيل، ميه النيل ما بتوصليش، انا ما بشربش من ميه النيل. المشكله دي محدش شاعر بيها ومحدش حاسس بيها. فانا بقول لحضرتك المحليات لابد ان احنا نقول لا محل لا مركزيه، وندي القرارات لايه؟ مسؤول في كل محافظه. المحافظ ده رئيس جمهوريه في محافظته. نعم. وحاسبه كرئيس جمهوريه ورئيس وزراء. احاسبه. ما يجيش بس قبل ما احاسبه ما هو المحاسبه مع الصلاحيات. انا بقول لك الاثنين يبقوا مع بعض واضحين. لا مركزيه بتقول ايه؟ لا مركزيه بتقول ايه؟ ان الناس تحكم نفسها بنفسها، والحكومه تدعمها ماليا بجانب المصادر المحليه بتاع التدعيم، التدعيم الشعبي اللي موجود. نعم. او تدعيم الحكومه. نعم. ساعتها فين الدورة الزراعية اللي كانت بتطلع لي يقول لك المساحة اللي زرع قطن السنة دي؟ طب احنا دينا 50 من ساعة من قبل ابويا من والدي ما يتوفى، ادينا دلوقتي 20 سنة و20 سنة قبلها ما زرعناش قطن. مفيش التزام بالدورة الزراعية. الدورة الزراعية كانت بتقول ايه؟ دي أرض تزرع قمح. يبقى لازم تزرع قمح، لو حد خالفها ياخد عقوبة. واخد بالك؟ لا أمال هو احنا ما عندناش إنتاج قمح، طب نحسبها. عارفة كان بيحصل ايه زمان؟ أقول لك بقى على أمر الله. أنا عارفة كان بيجي مثلا يجي سيكرة وزير الزراعة ياخد مساحة 200 فدان يزرعهم حقل استرشادي، حقل استرشادي، ويجيب له أساتذة من كلية الزراعة ويجيب له إيه إيه ويكتب حقل استرشادي، يروح إحنا مساحة مصر كام؟ مثلا زرعين سي مثلا ربع مليون فدان، يشوف ده هيجيب كم إنطار، ويروح مضارب في العدد الكلي ويقول لرئيس الوزراء ويقول لرئيس الجمهورية أنا عندي كذا وهعمل اكتفاء. لم يصدق إلى الآن وزير زراعة في للأسف. مصر. للأسف للأسف. إلى الآن. للأسف. وانا الوقت اهو انا حضرت من بعد الثوره كم وزير لحد الوقت لم يصدق ولا واحد فيهم، كان يقول لك رقم ويطلع كله كلام فيه يقول لك بعد رشيد ما فيش، ده احنا عندنا الاحتياطي بتاعنا هيك شهرين وهنشحت، اجروا على امريكا اجروا مش عارفين. لا للاسف. دكتور هاني استكمالا للحديث عن الدراسه طول. نعم هستسمحك عذرا في اقل من 3 دقائق نستكمل باقي الحقائق الهامه في هذه الدراسه والى ماذا انتهت.
اهم التوصيات. انا هقول بس يعني باقي الانماط، انماط التلوث عندي تلوث بالمياه تلوث بالحمض العضوي. الحمض العضوي ده اما ان هي مواد سريعه التحلل زي الفضلات البشريه، او ان هي مواد بطيئه التحلل زي المبيدات والبلاستيكات وغيرها. الدراسه اثبتت ان في تلوث بالحمض العضوي ده من خلال المواد غير الدايبه والمواد الذايبه والاكسجين المستهلك حيوانيا والاكسجين المستهلك كيميائيا اعلى من الحدود المسموح بها دوليا. عندي تلوث بالاملاح المغذيه، مركبات فوسفات ومركبات نترات، هي يعني اقل شويه ولكن في طريقها للزياده. عندي عناصر ثقيله، عندي ثلاث عناصر رصاص وكادميوم وكوبالت اعلى من الحدود او اعلى من الحدود القياسيه، وبالتالي مشكله خطيره جدا. العناصر الثقيله دي بتقتل الحياه مباشره، قاتله، ما فيهاش مشكله. عندي تلوث بيولوجي، بكتيريا وطحالب وهوائم نباتيه وهوائم حيوانيه، عندي تلوث بكل الانواع دي. اسمح لي يا دكتور هاني، حتى الكوبلت نفسه احنا جات لنا دراسات لزراعه بعض المحاصيل ومنها الطماطم باستخدام نسب محسوبه من الكوبلت، وزادت يعني كان ناتج الدراسه مبهر بالنسبه لهم. يعني حتى في الحاله اللي احنا فيها دي ممكن الاستفاده بكل شيء. بس العناصر موجودة في الطبيعة. نعم. ربنا خلي العناصر الثقيلة دي موجودة في الطبيعة، ولكن بقدر. مش زادت عن الحد بتاعها خلاص. مشكلة. بقت مشكلة. نعم. كل حاجة ماشية يعني العناصر ما هي موجودة في الطبيعة. نعم. بالرغم إن إحنا بنقول عليها سامة وهي سامة. نعم. ولكن طبعا. عدم وجودها بيخل بالنظام. وزيادة وجودها بيخل مشكلة. أيضا بالنظام. نعم. البيئي. الآثار بقى اللي ترتبت على المشكلة دي، النتائج بتاعة مشكلة التلوث. حصل عندي تغير بيئي في مكونات النظام البيئي لبحيرة قارون، اتغير في خصائص المية، ملوحة زادت، عناصر كيميائية زادت، هوائم نباتية اختلفت تماما، يعني اختلاف رهيب جدا. نعم. عندي مجموعة كبيرة جدا من المشكلات، أهمها تدهور الثروة السمكية. بعد ما كنت بنتج 4100 طن سنة 1920، النهاردة بقى إنتاجي وصل لسنة 90 ل 455 طن، يعني انحدار، يعني تدهور رهيب جدا، تدهور نشاط الصيد، السياحة قلت بسبب الروائح الكريهة اللي بتنتج عن الطحالب الموجودة، تدهور النشاط الزراعي حوالين البحيرة. مجموعة توصيات هنوصي بها، أهمها معالجة مياه الصرف المنقولة إلى بحيرة قارون، معالجة وقبل ما نصرفها في البحيرة يجب معالجتها. ممكن ده يقلل من المشكلة؟ يعني هي بداية للتقليل من المشكلة والحد منها. ودي اهم توصيه انا بوصي بيها، هي معالجه المياه قبل القائها. يعني ان انا هل ممكن يكون في اي استفاده من البحيره على الحاله اللي هي موجوده عليها دلوقتي؟ يعني حتى لو قللنا المنصرف فيها من مياه الصرف سواء زراعي او صحي او كيميائي او صناعي، حاله البحيره بوجه عام راي حضرتك فيها؟ البحيره بوجه عام مورد مهم جدا، مورد للسياحة، مورد سمكي، مورد للطيور المهاجرة، هي محمية بيئية. بالمشكلة يعني اللي أنا هطرحه في النهاية إن هي معلنة محمية بيئية بقانون معدل بسنة 1997، القانون من سنة 1989 معدل ب 97 محمية بيئية. محمية يعني ما ينفعش يبقى فيها أي مشكلة، يعني لا تسيب حاجة ولا تاخد حاجة وأنت خارج من المحمية. أصبحت مفنية بيئية بالتمام. للأسف تمام. للأسف. أستاذنا دكتور أحمد ناجي، أستاذ التنمية والتخطيط ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة الفيوم، سعدنا بوجود حضرتك معنا في لقاءات دائمة ومتجددة دائما معنا بمشيئة الله. دكتور هاني ربيع نادي، المدرس المساعد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية الآداب جامعة بني سويف، دراسة أحيي حضرتك عليها وأتمنى تتجدد الدراسات بالحقائق والأرقام، لأن هو ده اللي هيساعدنا على الوصول لدرجة من درجات القضاء على التلوث البيئي بمشيئة الله. إن شاء الله. أشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.